ما معنى هذه الآيات من سورة المائدة وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وما معنى بحيرة وسائبة ووصيلة وحام؟ نعم، الله سبحانه وتعالى ينهى عن السؤال الذي لا حاجة إليه، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال، وقال: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم. وفي هذه الآيات الكريمة ينهى الله المؤمنين أن يسألوا عن أشياء لا حاجة بهم إليها، ولا هي مما يعنيهم في أمر دينهم، ولو ظهرت لهم هذه الأشياء وكلفوا بها لشقت عليهم وساءتهم. وهذا نهي من الله عن كثرة سؤالهم للرسول صلى الله عليه وسلم في أمور لا تعني ولا يحتاجون إليها، ويكون في السؤال عنها سبب لإيجابها عليهم وعلى غيرهم، فإنها إذا وقع السؤال عنها في حال وجود الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي عليه حصلت الإجابة عليها، فكان ذلك سببا للتكاليف الشاقة. وفي ترك السؤال عنها سلامة من ذلك، لأنها مما عفى الله عنه، أي تركه ولم يذكره بشيء فلا تبحث عنه. ثم إنه سبحانه بين أن السؤال عن هذه الأشياء التي لا ينبغي السؤال عنها وقعت فيه الأمم السابقة، فكانت عاقبة ذلك سيئة في حقهم، حيث لم يعملوا بها لما بينت لهم فعوقبوا بسببها. لا. والمراد بالآيتين عموما النهي عن السؤال الذي لا تدعو الحاجة إليه، أما ما دعت الحاجة إليه من أمور الدين والدنيا قد شرع الله السؤال عنه بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال. وأما قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام الآية، فهذا كلام مبتدأ يتضمن الرد على أهل الجاهلية فيما ابتدعوه في بهيمة الأنعام من شريعة الجاهلية، حيث جعلوا منها البحيرة وهي التي تشق أذنها ويمنع من ركوبها وحلبها وأكل لحمها، والسائبة وهي التي تترك فلا تمنع من مرعى ولا ماء ولا تركب ولا تحلب ولا يجز وبرها، والوصيلة هي الناقة أو الشاة إذا أنتجت عددا معينا من الولد متواصلا فإنهم ذبحوها للأصنام وحرموا لحمها على النساء، والحام الجمل الفحل إذا حمى ظهره من أن يركب، كانوا إذا أنتج الفحل عددا معينا قالوا حمى ظهره فلم يركبوه. وهذه من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها، والله جل وعلا قال في مطلع السورة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. الله جل وعلا أحل بهيمة الأنعام أن نأكل منها وأن نشرب من ألبانها وأن نركبها في حدود المشروع، إلا ما كان منها ميتة أو دما مسفوحا، كما في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. نعم، جزاكم الله خيرا.